النهاردة التصوير اتعطل لفترة طويلة بسبب ان الكوافير كان متأخر على التصوير. انا جاهزة، انا ملتزمة، بقيت المذيعات هم الكخ. التأخير ما كانش من عندي، يعني لا انا ولا هيدي ولا بدرية كوافير، بس اتأخر فاحنا كلنا اتأخرنا. قبل ما يرجع يبكي ويشكي، ايه الاخبار؟ انا جاهزة. اقسم بكم اول مره تدلع فينا يا اخوان. ولا تصدقوا، بعد شويه يلا استنوا. وبدريه اول واحده جهزت في المذيعات وطلعت علشان تعمل فوتو سيشن. هذي كل طقم تلبسه تطلع تعمل فوتو سيشن. ما اعمل انا والله كل، بصوا لو ايه، لو حطيت منديل هطلع اعمل فوتو سيشن. اهلا بيكم ومنورنا ومشرفنا ومكترنا على راي بدريه في حلقه جديده من برنامج سيبي بدريه بقى باللي شايله على المخ. ليه بدريه عامله حمل؟ ليه ده حمل كبير عليكي؟ عارفه حاسه ان انا شايله مشنة فوق. طب ليه يا حبيبتي كده وانتي مصدعه وتعبانه ومفرهده النهارده؟ ليه كده؟ البرد، قلت حاجه تدفيني. ده اللي هيدفيكي. سلامتك يا بدوره، ربنا يخليكي حبيبتي. مرشوك عين. نشوك عين. صح. ازيكم جايين لنفس عندكم، واهلا بكل حضورنا في الاستوديو طبعا. والنهارده معادنا مع حلقه جديده، موضوع جديد. احنا عملنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مئات الحلقات، بس هل مواضيعنا خلصت؟ لا ما خلصتش، لسه احنا المنافسين الوحيدين والاهم والاحلى والالذ. موضوعنا النهارده وايمن. لا انا قاعده، هي غايبه النهارده، هي اجازه عارضه. لا هي لو عوزتي حاجه دلدلي السبب. لا هي واخداهم معاها، هي ما بتقدرش تتحرك من غيرهم. لا بس ام ايمن حبتني وقعدت معايا بجد. بعتت ابو ايمن معاها واخد ايمن. تحس ان هي بتبص لنا نظرات معبره جدا، بس معبره تعبيرات يعني. ايه ده؟ ليه كده؟ بدريه لطيفه. مؤايده. ما علينا من شويه. ما علينا، لطيفه وحشتينا الحلقه دي. بدريه ايه دي؟ ندى. او مون ديو. او نو. زي لا حاجه. الحمد لله على ترحب من لا 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 الحلقه دي. الحمد لله. قولي يا بدريه براحتك يا حبيبتي، تخليش حد يقعد على قلبك ابدا. بتكلم والترجمه بتنزل هنا. وعلى طول في نشره اخبار بالفرنسيه. طبعا. ايوه. وايه ده؟ مش ممكن. تفرحيش قوي، حلقه وراجعه. ايوه بس حلقه شم نفسي. بشاير عملت بشاير. دي قلت هي حاجه تضايقني غيرها. بس انا لازم اقعد متضايقه. عرفت انها مش موجوده، قلت له ما تقولي حاجه على دماغي تقيله. ما اعرفش الكوافير بقى حط لي ايه، كانت لوبايه كانت جوه وحطها وبنى عليها الشعر. يعني انا ماشيه دلوقتي بالكنتالوب. دي راسه الكنتالوب، عارفه راسه الشمعدان. يا ربي. موضوعنا النهارده ازاي تقول له وما يزعلش. مين اللي تقول له؟ زي اديك تقول ما خدتش، وخدت ما تدينيش. هي حاجه كده بالظبط. احنا هنفسرها دلوقتي واحنا قاعدين مع بعضينا وهنشرحها وان شاء الله تفهموها مننا. ازاي تقول له وما يزعلش؟ ومين اللي تقول له وليه يزعل وازاي ما يزعلش؟ ساعات كتير قوي عندنا اصدقاء بنشوفهم بيعملوا حاجات غلط.
عندهم عيوب معينه في حياتهم بتبوظ لهم حياتهم، عندهم تصرفات غلط بتضيع منهم فرص كتير، وبنبقى عايزين ننصحهم. والنصيحه صعبه جدا، صعب ان انا اقول النصيحه دي من غير ما ازعل اللي قدامي، وصعب ان اللي قدامي يتقبلها مني من غير ما يزعل مني. فاحنا هنقول لك شويه حاجات تتبعها وتعملها او ما تعملهاش عشان خاطر اللي قدامك يتقبل منك النصيحه ويعملها، لان انت ممكن تنصحه ومن باب العند عشان انت غلط في طريقه النصح هتلاقيه بيعند معاك ومش هيعملها. فاحنا هنقول لك ازاي تقول له وما يزعلش. اول حاجه مثلا نديكم مثال بسيط كده، لو واحد بيتكلم في التليفون وصوته عالي، يعني كتير قوي ناس بتتكلم في التليفون حكايه والروايه وانا بحاجه بتسمعي قصص وكل حاجه بتبقى وايه بتسمعي غصب عني، يعني انت مش عايز تسمعي طبعا، لكن هو حابب يشاركك صح. قبل ما اروح اقول له اتاكد البني ادم ده ليه صوته عالي، ما هو ممكن يكون عنده مشكله في السمع صح. يعني انا عندي مشكله في السمع اللي هو ايه مش سامعه، لا 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 بس الصوت بيقطع. هو مش بيقطع، انا اللي بقطع، بس لازم اجيبها في التليفون عشان الاحراج. فقبل ما اروح انصح اتاكد عشان ما احرجهوش صح، ما خليهوش بقى هو اللي يحرجني صح، لان من كسوفه او هو مش حابب يقول لي انا يعني سمعت ايه. فممكن طب انت مالك صح، انا حر، فهتحرج واحرجه، فلازم اتاكد انه هو سليم ومتعافي من حتة السمع، فأقول له صوتك حلو قوي بس لو يفطى يبقى أحلى. كمان في أسلوب النصيحة أو الطريقة اللي بنقول بيها النصيحة. بصوا علماء النفس ده بعيدا عن التفاصيل طبعا، بس علماء النفس قالوا لما تحب تدي حد نصيحة تخيل نفسك كده اعمل حاجة زي نظرية الساندوتش، بمعنى أن أنت تقول له كلام حلو الأول وبعدين تقول له النصيحه في النص وبعدين ترجع تقول له كلام حلو تاني في نفسك. يعني تقول له مثلا انا شايفه ان ندى تخينه فانا عايزه اقول لندى خسي، فهقول لها ايه بصي يا ندى، وده اللي بيتقال لي على طول وانا ما بحسش، يعني بصي يا ندى انت وشك جميل بجد وبريء وزي القمر وعينك حلوه خطوطك جميله ومش عارف ايه، بس خلي بالك انت محتاجه تخسي إيه علشان صحتك وعلشان ظهرك وعلشان ضغطك وعشان سكرك، بس خلينا نقول وانتي مصدقه طبعا. بصي هو عمل ايه؟ هو قال لي ان انا حلوه وجميله وبعدين قال لي لا بس لازم تخسي عشان صحتك، وبعدين هرجع يقول لي ايه؟ عارفه بقى انت لما تخسي هتبقي قمر 14، باي ذا واي انت في الحالتين حلوه. باي ذا واي باي ذا واي هتبقي باي ذا واي انت بعد بقى ما قال لي لازم تخسي عشان صحتك وعشان مش عارف ايه، يقول لي ايه؟ بس انت في الحالتين حلوه، خسيتي ما خسيتيش انت حلوه. يطلع لي بيضه وي يا اختي على قعدتي اللي خلاص انا بقيت شبه البيضه. لا عارف اهو انا بيضه شبه الفرخه بصراحه. بطايا فين يا بنتي؟ هو ده العرف؟ معلش الفضيحه، يعني داري على صاحبك مثلا بيحش مثلا، داري عليه عايز تنصحه تمام، بينك وبينه في الخفة في الديرة في قاعدة لطيفة انتوا الاتنين مع بعض عايز تنصحوا ان ده مش كويس على صحته، لكن مش في قاعدة كبيرة في اللونج كده حسب ما بيقولوا يعني عندنا في لغتنا في التمثيل وسط كل الناس صحابكوا قاعدين في قاعدة على قهوة ولا في مكان. يا صاحبي اللي انت بتعمله ده مضر عشانك جدا يا صاحبي، فيقول لك انا بعمل ايه؟ ما بعملش حاجه. مش هبطل. لا هو لا ما هو بينكر بقى مش عايز يتفتح قدام اصحابه. يا عم ما بشربش يا عم. هو ده بقى يا حبيبي ده انا شايفك بترول كل يوم. برول لمين بس انت كده بتخش غلط، ده محشي. بترول محشي؟ ايوه المدام مش قادره. هو ده بقى، انت تفضح صاحبك ليه؟ ليه الحاجه اللي هو بيعملها في الدرع عشان هو مش عايز حد يشوفه هو بيعملها عشان هو يخجل منها ومش مبسوط منها، تروح انت في اللونج قايل لكل الناس ان صاحبك من باب ان انا بنصحه؟ لا ده اكبر حاجه غلط ممكن تعملها واكتر حاجه ممكن تقفله منك، لان انت احرجته جامد جدا، فهو لا عايز يسمع النصيحه ولا عايز يفتكر الموقف ولا عايز يعرفك تاني اصلا. بص يا هدي، انا مره انا عناديه جدا طبعي كده يعني، فكنت في برنامج مستضيفيني جايبين لي واحدة يعني من باب الضحك والتهريج تعلمني الاتيكيت في الأكل، وجايبين سمك وجايبين مانجا
مختارين نوعين لازم تاكليه بايدك. بايدك. دي حاجه تتاكل بالايد طبعا. مانجا وسمك. انا معاكي، انا ممكن اكل بالشوكه والسكينه بالرغم ان انا علقت تعليق مظبوط وقلت لهم الشوكه دي مش بتاعت السمك. صح. دي شوكه عاديه. السمك له شوكه معينه. ده كومنت بقول لهم ان انتم معلش مش واخدين بالكم. والسكينه كذلك على فكره بتاعت السمك مختلفه. انا في البيت مين اللي قال لك اني انا ما بخليهمش يغسلوا المانجا وباكلها بقشرها وبسيب العظمه بالعافيه وانا بقول لها يعني هتوحشيني. عانيت. انا كان ممكن عادي جدا امشي الحلقه واوريها انا باكل اهو واعمل فيها مليون بتاعه، انما لا بتقول لي اصل ده يتاكل كده. قلت لها لا ده يتاكل كده. جينا عند المانجا ده يتاكل، قلت لها لا ثواني بقى. قمت ماسكه المانجا زي الساندوتش، يمكن الساندوتش برحمه شويه. وبالعكس المشهد بتاع المانجا عمل اعلى تحميل على النت. لان انا خدت الموضوع كله لصالحي. صح. وجبتي لي افيه كمان. فانت ليه عايزه تنصحيني نصيحه؟ عايز تضحكي الناس عليا هيضحكوا لي. صح. اخدت الموضوع ليا. ففعلا النصيحه اذا كانتش تتقدم في طبق من ذهب. صح. صح. عمر ما حد هيتقبلها منك. كمان الشخص صح. اللي عنا دي ده لازم تبقى واخد بالك قوي وانت بتنصحه لانه دماغه ناشفه. طبعا. طيب تعالوا نطلع نشوف تقرير الخطيب ونرجع تاني. اوعى تروح في اي حته. مالك شكلك تعبان؟ كنت في درس. درس ايه؟ عربي. كان المدرس بيديكوا ايه في العربي النهارده؟ احنا كنا بناخد ايه؟ احيانا يعني وانت بتشتري اللون ده كان خاطر على بالك ايه؟ هو جالي هدايا. هو عشان كده الالوان دي بتيجي هدايا عموما. خلاص. ايه ده بقى عشان اعرف بقى نحجم كينج كونج اللي واقف معانا ده؟ تعالى كده. ازاي تقولي لحد النصيحه وما يزعلش؟ هقولها بطريقه حلوه. اللي هي يعني مثلا اللي هو لو انا مكانك كنت هعمل كده. لو انا بنصحه هو المفروض يزعل. في دبش هيحصل. انا طريقتي زفت ما بعرفش. بس وبيزعل دايما بيزعل. ما يزعل براحته بس انا بنصحه بقى يعني بعرفه الصح من الغلط. بس هو انا اصلا من النوع اللي لو في حاجه مش عاجباني في حد انا ما بقولهاش. لما حد بينصحك انت بتضايقي؟ لا ملوش دعوه. هو مال عمال. في ناس بتقعد تنتقد عمال على بطال ده اللي يضايق. ده انك شكلها حلو او فيك ستايل حلو مثلا دي حاجه حلوه. انما واحد تاني عمال ينتقد ايه اللي انت عامله في شعرك ده؟ انت مالكش دعوه يا عم انا حر. بتقبلي النصيحه؟ ما بحبش حد ينصحني خالص. خليك في حالك. بقول لك ايه خليك في حالك. انت في نفسك. لا اكيد حاجه تفيدني انا. ليه مثلا عامله شعرك يا اختي موزمبيلي ما تعمليه ما تعمليه شيكوري؟ لا حاجه تخصني انا برضه. شفت ازاي؟ خليك في حالك يعني يا ابني اللي انت الهبل اللي انت عامله في دماغك ده. بيحصل كتير بس بتقبل النصيحه دي؟ عادي ما بهاود وخلاص ماشي. في فرق بين النصيحه والفضيحه. ما هو اللي بينصح حد بينصحه. لا طبعا واحد بيقول لك اطرقعهم له لا ما ينفعش طبعا. احنا زي ما بنقول ما ينفعش ندي حد قدامنا كلام دبش الا لو هو يستاهل كده. مش هو حد عنده عيب وانا بحبه وبقي عليه. صح. فممكن اخسره. طب ليه؟ اللي هو ايه يعني عارفه السم في العسل. صح صح. انا عايزه اقول لك حاجه فبقولها لك بجملها. الواحد يبقى لبق مش حاجه عيب. طب نشوف سؤال الجمهور ولو حد سالني سؤال مش عاجبني هرد. امتى ما بتقبليش النصيحه؟ انا ما بقبلش النصيحه لما بتبقى بتتقال بطريقه فيها تعالي، فيها تهزيق، فيها ما فيهاش خصوصيه. ما بقبلش النصيحه وببقى اجريسيف جدا 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 بصراحه. اوعي تقبلي اي نصيحه من ام ايمن. لا الا ام ايمن دي الست دي انا ما بثقش فيها خالص. لطيفه بس. السهم بتاعها نزل على لطيفه. ازاي نقول لطيفه ان احنا زعلانين منها من غير ما تزعل؟ هو اذا تروح تقول لها. احنا مش هنقول لها حاجه عشان هي ما تزعلش مننا. لا يعني هنقول لها بطريقه لابقه يعني لطيفه. انا ما بقبلش النصيحه لما بيكون فيها اهانه وتجريح. يعني خلاص يعني من اللي هو ايه ما تهنيش ما تحسسنيش ان انا عاجزه بحاجه معينه او ان انا اقل منك في حاجه. لو انت بالذات زي ما بدري قالت لو انت فعلا باقي عليا او فعلا عايز تصلح العيب ده لان انا ممكن عاند. طبعا. اللي هو انت شايفني مثلا صوتي عالي طب هو انا صوتي كده بقى عاجبك عاجبك مش عاجبك اعمل اللي انت عايزه. ما هو ده الرد المنطقي. لا الرد المنطقي لما حد ينصحك نصيحه باسلوب مش حلو. لكن هو مش الرد المنطقي لو حد قال لك يعني وطي صوتك شويه عشان الناس بس حوالينا ما تسمعش انت بتقولي ايه.
يعني مثلا. في حاجات لطيفه كده ممكن مبرر منطقي اللي هو عشان اللي حواليه ممكن يسمعوه. بالظبط كده. لكن النصيحه لما بتبقى فيها كده توجيه قوي وتنظير بتقفلك. طبعا. طيب نطلع ونرجع. يلا فاصل. يلا نطلع فاصل مشوار كده ونجي لكم. رجعنا عشان نكمل موضوعنا المهم جدا جدا، ازاي تقول له وما يزعلش. وانت بتنصح الشخص اللي انت بتنصحه لازم تنصحه من نفس حتتك، يعني من نفس الليفل، من نفس المستوى، يعني تنزل له بالنصيحة. ما تتعاملش معاه اساسا. اللي بيغلط او اللي عنده عيب بيبقى حاسس اصلا بعيبه على فكرة، وبيبقى حاسس بمشكلته، وبيبقى ساعات كتير قوي يعني مش مبسوط منها. فبلاش تتعامل مع الشخص وانت بتنصحه من ليفل كده اللي هو انا جامد وانا ما بغلطش وانا حكيم وانا بنصحك عشان انا فاهم اكتر منك وعارف اكتر منك واحسن منك. اوريدي ده احساسي بالدنيا، يعني هو اوريدي بيحس ان هو اقل منك كتير. فانت لازم تنزل لمستواه. وممكن كمان لو ده عزيز عليك قوي تقول له او تدعي او تقول له عن حاجه فيك عيب مثلا انت كنت بتعملها وبطلت تعملها، حاجه شبيهه، او تقول له انا كنت بعمل كده بس مع الوقت اتعلمته وشفته وجربته ولقيت ان ده احسن. يعني ننزل للناس اللي بننصحهم عشان ما نحسسهمش ان احنا احسن منهم، وبالتالي ما يتقبلوش مننا النصيحه. لما تقرر ان انت تنصح حد لازم تعرف مدى العلاقه بينكم عامله ازاي. يعني مثلا ما ينفعش واحد ماشي في الشارع اقول له لا خلي بالك اصل انت مش عارف فيك كذا، بنطلونك مش عارف ماله. لا، لما تقرر تنصح حد لازم تكون المسافه اللي بينكم تسمح ان انا اديك نصيحه. وطالما المسافه اللي بيني وبين هيدي صداقه، لما الاقي في هيدي عيب اقول لها هيدي انت عندك العيب الفلاني ما تصلحه، وظهر عيب تاني هقول لها زي ما هي تعمل نفس الموضوع. ما ينفعش اقول لها مره واحده هيدي انت عصبيه ومش عارف صوتك عالي ومش عارف ومنفسنا لا فعلا يعني هي خلقت ربنا. انت بتكلمي عليا انا؟ لا يا فتي انا عصبيه ومنفسنا. يا مؤيده عزيزي الناصح اللي بتنصح اللي ماشي تنصح اصحابك، اصبر الصبر. يعني مش معنى انك نصحت صاحبك ان انت منتظر منه انه تاني يوم يتغير يبقى بني ادم تاني. على فكره ما فيش حد بيتغير في يوم وليله، اخلاقنا ما بتتغيرش في يوم وليله، عاداتنا طبعنا ما بتتغيرش في يوم وليله، عيوبنا ما بتتغيرش في يوم وليله. فاصبر، يعني ما انتش مدرس في الفصل اللي هو انا نصحتك امبارح بكره الصبح عايز اجي اشوف قدامي بني ادم تاني. ما تبقاش خنيق، ادي اللي قدامك الفرصه والوقت انه يستوعب النصيحه ويفكر فيها ويقتنع بيها ويفكر ازاي هينفذها، وياخد وقت عقبال ما ينفذها ويتغير. ده كله واخد وقت، هياخد وقت. فيعني اما تنصح النصيحه خلاص يا اخي انت بتعمل خير ورمي البحر، مش لازم بقى تقعد له على الواحده كل شويه وتشوفه اتغير ولا ما اتغيرش وتراقبه ويحس ان هو قاعد مراقب طول الوقت وخايف يخرج معاك ولا مش عايز يتعامل معاك، عشان هتشوف وهتبقى حاطه تحت المنظار كده اتغير ولا ما اتغيرش. لا كده كتير موضوع يخنق بزياده يعني. طيب نروح نشوف تقرير علاء، هنروحه بسرعة ونرجعه تاني. بقى تروح في أحد موضوع حلقتنا النهاردة، بنقول إزاي تقوله وما يزعلش. طب ما يزعل أعمله إيه؟ لا يعني صاحبك. صاحبي؟ ممكن بشكل غير مباشر أو أجيبها فيه أنا. لقيته مثلا بتاع حريم قوي. لا دي حاجة حلوة. دي ما ينفعش تنصحها. صعب أكتر. مرتبط بواحدة مثلا أنت عارف إن هي مش كويس. صاحبها أنا فاهم. عشان ما أذوش. مش صاحبها. أنا بخاف على صاحبي يعني. طبعا. أدفع إن هو يتشيك على الباك جراوند بتاعتها، يشوف هي كانت عايشة فين أو كانت سمعتها إيه في الشغل. هي دايرة يا صاحبي بابا. هو شخصيته مثلا عصبي، بيكذب كتير، أناني مثلا، أي حاجة أنت مش عايز بقى تقول له العيب ده صرف كده في وشه. والله في أكتر من طريقة. زي أختار وقت مناسب، ما يكونش في حد مثلا، لو احنا الأصحاب مثلا وفي المكتب مع بعضينا، أشوف حالته هو إذا كنا مبسوط، عنده استعداد إنه يسمع كلام من حد، عنده استعداد إن هو يتناقش مع حد. آخد العيب ده وأجربه وأشوف هيزعل ولا لا، ولو زعل أقول له ما أنت كده. أنت كده كده زيك يعني. يعني ممكن تعمل زيه. يحس إن هو الموضوع ده مقزز مش حلو. بص، مستوى الصداقة هو اللي بيحدد اذا كنت هقدر اقولها له بشكل مباشر وواضح وصريح. يعني انت مثلا بتحسبها بمستوى الصداقه ان انا ليا عليه ان انا اقول له بالشكل ده ولا طبعًا لا؟ طبعا.
في نهاية الفقرة، عشان احنا فاتينا كتير وقفتينا كتير ونصحناك كتير، عزيزي لما تنصح اعمل الحاجات اللي احنا قلنا لك عليها. خليك حساس وانت بتنصح صديقك اللي يهمك، لان اكيد لو ما كانش هو يهمك ما كنتش انت تطوعت وتبرعت بالنصيحة. فكون حنون، كون متواضع، كون هادي، كون طويل البال، يعني حافظ على خصوصية صاحبك وخصوصية مشاكله، فما تفضحوش وسط الناس. اعمل شوية حاجات كده فيها يعني تحسسه بيها ان انت حساس وان انت مستوعب ومحتوي عيبه ده. نطلع فاصل، نرجع نكمل بعد الفاصل مع ضيفنا المهم جدا، استنونا.